علي بن الحسين رضي الله عنه عن مكانة أبي بكر وعمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيشير إلى القبر، إلى القبور الثلاثة في حجرة أم المؤمنين عائشة، ويقول هما ضجي يعني هما أبو بكر وعمر كضجيعا، يعني المكانة كقرب مكانتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام كما مكانتهما منه الآن، فهما ضجيعا أي بجوار دفن معه رضي الله